السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في الحواوشي ده؟ حواوشي الطاسة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. اللحمة المفرومة معاها شوية موزاريلا كده بيخلوا الحواوشي ليه تيست عالي جدا. بسم الله ما شاء الله، ايه رأيكم؟ وما خدش معانا 10 دقايق في النار. لا بجد اللون والشكل حكاية. يلا ندخل على مقاديرنا. معايا لحمة مفرومة اهيت يا جماعة، ماشي. انا مش هحط لها اي توابل، انا معايا مكون سحري بجد. انا معايا بقى اهوت اللحمه المفرومه، بسم الله ما شاء الله جاهزه وكله تمام. معايا بقى بصلتين وقرن فلفل اخضر، هضرب كل ده في الكبه كويس. انا عايزاهم ما يكونوش ناعمين قوي، ما يكونوش خشنين قوي، تمام. واقوم رجعاهم على المفروم على طول. معايا بقى ده سبايسي، ده للحواوشي حاجه رهيبه، في كل التوابل اللي ممكن تتخيليه، بسم الله ما شاء الله بجد. انا هروح اضرب بقى البصل والفلفل دول ونجيبهم بعد كده على المفروم. اهو يا جماعه ده بالشكلهم اهوت، بسم الله ما شاء الله. احط الكيس كله، هو بسم الله ما شاء الله بجد توابل فيه كل حاجه، يعني انا ما ضفتش اي حاجه كده على الحواوشي. اقلب كل ده كويس جدا في قلب بعضه بحيث ان كله يتشرب كده، يدخل في بعضه يعني. اه يا جماعه دي خلاص بسم الله ما شاء الله شكلها كلها اتقلبت في قلب بعضها. هروح بقى اجيب العيش البلدي، ماشي اهو. هقسم الواحد على نصين وهبدا ان انا احشي، تمام. بسم الله ما شاء الله اهو، انا هجيب كده العيش البلدي وهقوم رايحه واخده كوره كده من اللحمه واقوم حطها في العيش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهم حاجه يا جماعه اضغط عليها من فوق مش من جوه كده، هو اضغط من كل حته في العيش، اللحمه بتتوزع معايا بكل سهوله. التكه الحلوه جدا بقى بسم الله ما شاء الله، حط عليها شويه جبنه موزاريلا كده بيخلي الحواوشي في حته تانية بجد اهو. بسم الله ما شاء الله، ايه رايكم في الجمال؟ اخلص كل الكميه. انا كده يا جماعه خلصت الكميه كلها بسم الله ما شاء الله اهو، ما خدتش اي حاجه معانا، ماشي. ايه رايكم في الجمال؟ على فكره انت ممكن تعمليه كده وتحطيه في اكياس في الفريزر وتطلعيه في اي وقت على الطاسه على طول، ما بياخدش اي حاجه. جيب الطاسه بقى كده واحط فيها معلقه زيت، ماشي. وهبدا ان انا انزل الحواوشي شويه يمين وشويه شمال لغايه لما ياخد اللون الحلو معايا، وعلى نار هاديه عشان اتاكد ان اللحمه استوى. بصوا يا جماعه سنه سنه كده بسم الله ما شاء الله، اللون حلو جدا جدا. معلقه الزيت دي بتديله تكه ولون حلو قوي، والعيش بتاعه ما بيبقاش ناشف، واخد لون حلو ما بيبقاش ناشف في نفس الوقت، ماشي. ايه رايكم في الجمال؟ اهم حاجه النار هاديه معاكي عشان اللحمه تستوي، وهضغط عليها كده يعني. انا كل ما احط جزء اضغط عليه شويه كده بحيث ان ايه، ان هو يستوي معايا ويبقى حلو تمام. بسم الله ما شاء الله، ايه رايكم بقى في الجمال يا جماعه؟ كده ما خدش معانا بجد 10 دقايق على النار، وتاكلي احلى حواوشي في البيت بسم الله ما شاء الله. ولو وصلت لغايه هنا يا قمر يا ريت تحط اللايك.